لا والله ما بعرف. لا اول مره بسمع بالخبر هذا، منين هذا الخبر؟ والله صراحه انا ما بعرف. لا لا والله ما بعرف. ينفذ في حكم الاعدام؟ لا، هو ما في حكم اعدام داخل سجون الاحتلال، وانا بعرف انه حكومه مؤبدات، ولكن يتم اعدامهم عن طريق الاهمال الصحي او كذا بطريقه يعني غير مشروعه في سجون الاحتلال. الكلام اللي بتتكلم عنه ما صدر في البدايه، هو تم طرحه على الكنيسة الاسرائيلي في سبيل ردع الشباب الفلسطيني عن اي عمل مقاوم، بدعوه من المتطرفين الاسرائيليين بان هؤلاء لا يستحقون الحياه، وتم طرحه والمصادق عليه في القراءه الاولى على ما حسب متابعتي له، ولكن لم يخرج لحيز التطبيق يعني لحد الان. على مدن مروان البرغوثي. عبد الكريم يونس. بتوقع مروان البرغوثي. كريم يونس. عبد الكريم يونس. كريم يونس. أكيد الأسير كريم يونس. يعني تقريبا هيك 16 17 يعني أنا اللي بعرفهم. مروان البرغوثي قضى حد الآن 16 عام. أتوقع من 35 إلى 38 سنة هيك شيء. 24 مؤبد. هو الأسير كريم يونس 35 عام. لا ما أظن 33 سنة. أنا بتصوري الشخصي هو رحمة أبو السكر الله يرحمه، وكان قبع في سجون الاحتلال ما يقارب 31 عام، وإذا مش أكثر 32 عام.